بإجازة. شو رأيك في اللي صار في الجلسة ذيك؟ خاطر لازم نتعدى الوقت يداهمنا. اللي صار في الجلسة ذيك شو رأيك فيه؟ مثلا تدخل منجي الرحوي، تبعت شفت الجلسة؟ جريمة، أذكر ارتكب جريمة حق عام، تدخله يمثل جريمة حق عام، تبقى أحكام الفصل 240 من المجلة الجنائية، معناها حق عام جريمة. ينجم مشكي وبيه. هذا مشتد طبعا، ينجم مشكي وبيه، لأنه شوف أنت غاديك مكانك شنو؟ أنت مكانك أنك باش تعطي رأي سياسي، واضح ولا؟ ناقش في قوانين الدولة في مقارات سياسية، لكن أنك تعطي أنت أحكام انطباعية على شخص في أنت بدلت لحيتك وأنت بدلت رمشون لك هذا خيري وأنت وكلام حقيقة لا يليق، هذا يعتبر تجني وثل، واضح. بالقانون ثل، وبالتالي مكانه السيد هذا أنه يتحكم، واضح. كيف 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 عبير موسي بنفس الكلمات كيف هو بالضبط. هذوما الناس اليوم للاسف الشديد قبه البرلمان اصبح مكان لارتكاب جرائم حق عام. فما امكانيه تشكي بهم انت فتح العيوني؟ انا اليوم مانيش قاعد نباشر تقدم. انا لا لا لا، انا اليوم متفرغ الى رئاسه البلديه. لا مش تباشر، تنجم تمشي المحامي وتقدم لا شكوى. لا لا لا, 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 لا مش مهمتي اليوم، واضح. اليوم انا مش نقوم، انا مش نقوم بدور الشعب ولا باش نص، لكن انت جبت لي الموضوع هذا في دار تودك الحركه، لكن نجم لكن ان دعوه انه مش دعوه، بمعنى انه كل مواطن قاعد يتفرج في التلفزه هو ومرته واولاده، اذا كان يعجبه الشيء هذاك اللي قاعد يتقال قدامه خاطر البلد تفزق تحمت له داره، والشيء هذاك قاعد يحكي في داره عباره، اذا كان هذاك كلام لايق هو حر، اذا كان مش لايق من حقه يمشي للقضاء ويشكي. يشكي، واضح به.